الأقمار الصناعية والمساحات الضوئية الطبية، المحتوى للتلفاز يتحول إلى اللون الأسود، النجوم المتلألئة في السماء فجأة تختفي وحدة باغ وحدة، كل هذا الشيء في 3 ثواني بدون غاز الهيليوم. الهيليوم ماشي مجرد أداة باش تنفخ البالونات، إنه أكثر العناصر وفرة في الكون كاملا، وثاني أخف عنصر في الكون من بعد الهيدروجين اللي كيحتل المرتبة الأولى. يمكن نلقاو بكثرة الهيليوم على الكواكب والأقمار، ولكن بكثرة أكثر في العناصر الموجودة في النجوم. تم اكتشافه أول مرة سنة 1868 من قبل علماء الفلك. وكيفاش اكتشفوه في هذيك الوقيتة؟ ملي لاحظوا وجود ضوء أصفر ملي كيكون في الهالة ديال الشمس أثناء الكسوف ديال الشمس مع القمر، وهذا علاش تسمى بالاسم ديالو نسبة للإله اليوناني هيليوس وبهجة الهيليوم، لأنه في الأساطير الإغريقية هيليوس هو اسم إله الشمس، وهو ولد الجبار هايبيريون وجبارة ثيا، وهو أخ سيليني إله القمر. إذن هذه هي القصة ديال الاسم ديالو. على الرغم من أن هذا الغاز ماشي شي حاجة كتحتاجها لوظائفك البيولوجية، إلا أنه جزء مهم جدا من حياتك اليومية، كيتستخدم في أجهزة الليزر الخاصة اللي كتقرا الباركود، كنحتاجوه في الأجهزة الطبية المتطورة بحال المساحات التصوير براني المغناطيسي. وبزاف الناس يقول لك اش يخسروا الفلوس على الفضاء واش استفدنا منه. بدون الاكتشافات في الفضاء ما كناش غنعرفوا بوجود الرنين المغناطيسي والأشعة الصينية وبزاف ديال الحوايج اللي قدرنا نعالجوا بها الإنسان، وبها وصلنا لواحد البحث علمي متطور. كما أن الهيليوم مهم بزاف الآلات التقنية حديثة متطورة بحال مصادم الهادرونات الكبير التابع للسيران، كما أن غاز الهيليوم كيساعد على منع النجوم من الانفجار والتماسك ديالها. هنا غتفهم انه 3 ثواني بدون غاز الهيليوم غتشوف واحد الالعاب ناريه بين النجوم في السماء يا صديقي، وغتشوف واحد الكرنفال ديال السوبر نوفات والهيبير نوفات والكيلو نوفات، مهرجان الوان في السماء. هو في الحقيقه في الاول فاش غيختفي الهيليوم في الكون ما غاديش تكتشف داكشي سيغ بلاص. نبداو مثلا بالغلاف الجوي اللي ما كيحتويش تقريبا على الهيليوم. اذا النقطه الاولى، رغم اختفاء الهيليوم غتستمر في التنفس بشكل طبيعي دون اي مشاكل، ولكن ماشي جميع البشر. امل انك فاش يختفي الهيليوم ما تكونش انت في منتصف فحص تصوير بالرنين المغناطيسي، لان هاد المعدات اللي كدير الرنين المغناطيسي كتستخدم هاد الاجهزه قدر كبير من الطاقه، فهي كتحتوي على مغناطيسات فائقه التوصيل اللي خاصها تبقى ديما بارده، ماشي غير بارده، بارده جدا، خاصها تبقى مغلاصيه، لانه كيدوز فيها ناقص 269 درجه مئويه ديال غاز الهيليوم السائل اللي كيمر عبر الاسلاك. باختفائه غتسخن المغناطيسات بشكل زائد. الا كنتي في هاد الماشين في هاد الوقيته هادي اللي غيختفي الهيليوم، الصوره ابلغ من الكلام، غتصاب واحد الحروق اللي ما عمر تصاب بها شي واحد. العلماء اللي كيخدموا مع مصادر الهادرونات الكبير كلهم غادي يواجهوا نفس المصير، ومعها غادي نفقدوا 120 طن من الهيليوم السائل، والان غيتحول باش يكون عندهم مغناطيسات ساخنه بشكل متزايد. والى جانب هذا، اي واحد غيكون كيحتفل بعيد ميلاد ديالو غادي تنكد عليه الحفله، وهذا غيخلي نسبه كبيره من الاطفال في العالم غيكونوا حزينين في هذاك الوقت. ولكن هذا ماشي هو الأسوأ، لانه حتى حاجه من هاد جوج ديال المشاكل اللي عودنا لهم دابا سيقارن بما وصلنا من الكون بسبب فقدانه للهيليوم. علاش غنمشيو بعيد؟ نمشيو للقلب ديال الشمس ديالنا اللي كينتج الهيليوم عن طريق الاندماج النووي لذرات الهيدروجين. كتنتج الشمس 700 مليون طن ديال الهيليوم كل ثانيه واحده. كتنتج عملية الاندماج النووي الهائلة هذه قدرا هائلا من الضغط الخارجي، وبدون أن يتم احتوائه بأي طريقة هذا غيؤدي إلى انفجار الشمس تماما بحال قنبلة هيدروجينية ضخمة في الفضاء. من الجيد أن هناك ضغط داخلي كيتشكل نتيجة لجاذبية الشمس الهائلة، كيوفر هذا الجذب ديال الوشاح الغازي اللي كيكون محيط باللب، ما يكفي من التوازن باش يمنع هاد الأشياء من الانفجار. ولكن إلى اختفى الهيليوم فإن كمية كبيرة من كتلة الشمس ستختفي، ومع هذا الشيء غتكون قوة الجاذبية أقل، وهذا من شأنه أن يخل بالتوازن اللي كان كيديرو اللب ديال الشمس. والآن نتيجة لاختفاء الهيليوم غتكون الشمس على وشك الانفجار. إيوا، here is the bad news for you ولجميع الأشخاص الآخرين على وجه الأرض. مهم، هي أخبار سيئة إلى الهيليوم اختفى فجأة،
بدون ما انه يرجع. ولكن the good news for you، اهي الاخبار الجيدة بالنسبة لك. اذا كان الهيليو ما ينقطع غير 3 ثواني كما درنا في الفيديو، خلاص الشمس لن تنفجر لانها غتبدا دير الاجراءات باش تنفجر. ولكن في 3 ثواني فاش غيرجع الهيليوم، كل شيء غيرجع الى مكانه الصحيح، وهذا غيخليك على قيد الحياة باش انك تحسب النجوم في السماء اللي كانت محظوظة انها رجعت التأمات من بعد 3 ثواني، لانه كاين فيها اللي غادي ينفجر. وفي هذيك الساعة غتكون فرحان اكثر انه ما كاينش شي نجمة في نطاق 80 سنة ضوئية وقعت لها السوبر نوفا، لانه الا وقعت لها في هذيك النطاق غيكون خطر كبير على الارض. بمعنى شنو غيوقع على الارض؟ الا وقع النجم سوبر نوفا وهو في نطاق 80 سنة ضوئية بعيدا عن الارض، هذه قصة اخرى لحلقة اخرى من مروكن سوبر نوفا.